السلام عليكم. الأول أنا بشكر إدارة المؤتمر للدعوة الكريمة اللي دعتنا فيها النهاردة. جامعة اسكندرية بيتي الأول، لأن أنا ماستر جامعة اسكندرية من الأول. طبعا بيتي الأكبر هو مستشفى المعمورة. النهاردة أنا بشكر الدكتور زهدي في المنصة. دكتور زهدي أخويا الكبير طبعا وعشرة قديمة، مش كبير قوي برضه. وبشكر الحضور اللي موجودين معانا النهارده. انا عارف ان ده تاني يوم في المؤتمر والساعه عدت الساعه 5، فطبعا يعني اشفق عليكم في الحضور كل دوت. وانا عارف طبعا ان كلنا الاتنشن سبان بتاعنا مش هيكفي لمحاضرات طويله. انا نفسي لو قاعد انا عارف ان الاتنشن سبان ممكن خلص من ساعتين فاتوا، فهنحاول نبقى ان شاء الله باذن الله ندي تو ذا بوينت وحاجه نستفيد بيها كلنا، ونشوف نكمل الثيمه بتاعت الهارم ريدكشن اللي ابتدى بيها الدكتور عبد الله قبل مني، ان احنا نتكلم عن الهارم ريدكشن في السايكايتري. الاجنده بتاعتنا النهارده لو هنتكلم عن الهارم ريدكشن، هنتكلم عن الهارم ريدكشن في ثلاث محاور، عن الاجريشن والفايولنس للبيشنتس. تاني حاجه هنتكلم شويه عن السيلف هارم اللي ممكن يحصل للسايكايتريك بيشنتس اللي عندنا، واخيرا هنتكلم عن السوسايد وهناخد حواليه شويه ميثز، وهنتكلم لو هنقدر نعمل بريفنشن للسوسايد. لو في ريسك للبيشنت اللي موجود عندنا وهنعمل اسسمنت للريسك بتاعه، في كي فاكتورز مهمه قوي لازم نفكر فيها بالنسبه للسيتويشن. نشوف الريسك بتاعه الليفل بتاعته قد ايه، هل التايم اللي موجود عندي كافي ان انا اقدر اخدم البيشنت بتاعي واقدر ان انا اساعده واطلعه من الموقف اللي هو فيه، عندي سفيشنت كولاترال داتا، في داتا اقدر اساعد بيها العيان اقدر ابعد عنه الهارم اللي ممكن يحصل له، وهل في اقدر احط بروتوكول معين اقلل بيه ميتيجيت ثريت، يعني اقلل الثريت اللي ممكن يحصل له. وفي نفس الوقت في حاجات زي بلايند سبوتس، في حاجات لازم احطها عندي ثابته ملهاش علاقه بالبيشنت، ليها علاقه بالستيريوتايب. في ديس اوردرز معينه هيبقى في منها ريسك عالي شويه لازم اخد بالي، وفي نفس الوقت في حاجات لازم احطها عندي ابقى انا ستيبل وريدي بيها، سواء السيتويشن سواء القسم اللي معايا سواء الستاف معايا، ان انا اقدر اتعامل مع المشكله ديت. لو هنبدا بالاجريشن توردز اذرز، في مقوله قالتها مارجريت ويتلي، دي كاتبه امريكيه كبيره بتتكلم دايما عن الاجريشن، بتقول ان الاجريشن اونلي موفز ان وان دايركشن ات كريتس مور اجريشن. لو قدامي عيان اجريسيف لازم اعلم قوي الستاف بتاعي ان احنا بنوقف الاجريشن، مش بنعمل اجريسيف اكتس معاه، لان ده مش هيعمل غير اسكاليشن وهيزود الدنيا اكتر. هل نقدر نعمل بريدكشن للريسك اللي موجود معانا بتاع الاجريسيف بيشنتس؟ في حاجات مهمه قوي لازم احطها في دماغي، ان دي من اكتر الحاجات اللي تبقى تديني بريدكشن للاجريشن، منها السبستنس يوز ديس اوردر، منها السيفير منتال النس زي اللي موجوده عندنا، والريسنت فايلنس. وطبعا لو الحاجات دي اتحطت مع بعضها زي الكوموربيد بيشنتس اللي موجوده عندنا هيزود الريسك اوف اجريشن. لو بصينا عن الباست يير، دي ستادي اتعملت على الناس اللي حصل منهم اجريشن واجريسيف اكتس، معظم السيفير منتال النسز اللي موجوده عندنا كان المتوقع منها بتعمل من حوالي من 10 ل 15% اجريسيف اكتس، لكن لو بصينا على السبستنس ديس اوردرز الادكشن ممكن توصل ل 25 و 35%. عشان كده من اقوى البريدكتورز الموجوده عندنا الديوال دايجنوزز، بيشنتس الديوال دايجنوزز سواء هو سايكوتيك سواء هو عنده سيفير منتال النس ومعاه سبستنس يوز، حتى لو كان ميس يوز مش بس ادكشن هيزود الاجريسيف اكتس بتاعته. في other considerations؟ في other considerations، لازم احط في بالي ان الفيرست سايكوتيك ابيسود untreated ممكن يوصل الاجريسيف اكتس بتاعتها ل 35%، ودي حاجه مش قليله ابدا، هتزيد قوي مع البوزيتيف سيمتومز اكتر من النيجاتيف سيمتومز. حاجه ثانيه growing paranoid fear، العيان اللي بيبقى اول مره مش متعالج وعنده paranoid fears وخوف كبير قوي وعنده delusions من اللي حواليه، الموضوع هيبقى protective بالنسبه له غير ان هو ما يعرفش ان ده مرض، فده ممكن يزود قوي الاجريسيف اكتس والفايلنس بتاعته. دي ستادي كانت اتعملت عن البيشنتس السايكوتيك بالبان سكور، بينت لنا قد ايه ان البوزيتيف سيمتومز مهمه قوي في البريدكشن اوف اجريشن والفايلنس. عشان كده العيانين دول بنهتم قوي ان احنا ندي العلاجات في الاول، مش بس زي الريسنت دراجز اللي بتشتغل على النيجاتيف سيمتومز، لا كمان الدراجز اللي بتشتغل على البوزيتيف سيمتومز عشان توقف الاجريشن والفايلنس اللي ممكن يحصل منهم. مين اكتر ناس ممكن يتاذوا؟ طبعا الكير تيكرز اكتر ناس، طبعا من الكير تيكرز هم البارنتس، 70% من البارنتس ممكن يتعرض له للريسك.
كان في سيرفي كده ظريف اتعمل عن الانكونديشند لاف، لو اتقال ان العيان بتاعنا ده هيبقى قاتل هل والده او والدته هيقدروا يستحملوه؟ لقوا ان اولموست 98% يمكن 100% من الامهات قالوا يس هنقدر وهنعيش معاه وهنستحمله. الابهات طبعا كانوا 50% بس، عشان كده دايما النصيحه بتبقى بالام، هي اللي بتستحمل وبتدي unconditioned love. حاجه تانية السيبلينجز طبعا ممكن توصل ل 12%، السباوسز 7%، بس طبعا عشان عارفين ان معظم الماريجز او الريليشن شيبس دي مش بتكمل، يا بتنتهي بالديفورس. Mothers are the only people who will love you even when you are a chainsaw wielding psychopath. حتى لو انت قتال قتله، الوحيده اللي هتستحملك هي امك. هل نقدر نعمل prevention؟ احنا الجول بتاعنا دايما ما بيبقاش البريفنشن على قد ما هو بيبقى to mitigate the risk، ان احنا نبقى cautious ونحط البروتوكولز بتاعتنا ونبقى مستعدين من قبل ما نعمل البريدكشن بتاعنا. Preventive violence through structure و guided decision making. لازم اخد بالي قوي ان انا براجع الريسنت اتاكس بتاعته اكتر ما ببص على الهيستوري القديم للبيشنت، لان هي دي بتبقى اقرب حاجه توصل لي للفايلنس بتاعه وايه اللي ممكن يعمله، الا طبعا لو كانت حاجه قديمه في الهيستوري بتاعته ليها علاقه بالفايلنس او الاجريسيف اتاكس عملها قبل كده. واخدين في بالنا طبعا ان لازم كل ما الفريكونسيز بتزيد بتاعت الاتاكس، كل ما السيريوسنس هتزيد معانا، كل ما النيتشر بتاع الاتاكس بتاعته بتبقى اجريسيف، كل ما الريسك بتاعي هيبقى اعلى، وكل ما هيبقى الاكسبكتيشن بتاعي اعلى، وكل ما انا هيحتاج هارم ريدكشن اعلى البيشنت ده. في ريسك اسسمنت دومينز لازم اخد بالي منها، زي البيولوجيكال تريتس، العيانين اللي عندهم اورجانيك سايكوزز اكتشفوا ان هم من اكتر الناس اللي ممكن يكون عندهم فايلنس، لان دولت ما بيبقوش عندهم اي هيستوري بمرض قبل كده. العيان اللي عنده هيستوري اوف تريتمنت فيلر دي من الناس اللي ممكن يحصل لها اجريسيف وفايلنس عالي قوي. الديسبوزيشنال زي ما هنتكلم كمان شويه، الحاجات اللي هي ملناش دخل فيها زي اليونج بيشنتس، زي الجندر، الميل، السوشيو ايكونوميك ستيتس، العين اللي جاي من مكان اصلا عنيف والتعامل فيه بالعنف متوقع ان يحصل منه عنف اكتر وما يجي. سوشيال زي ما اتفقنا، والكلينيكال طبعا زي السبستنس يوز والسيفير منتال ديس اوردرز. الريسك فاكتورز بقسموها لحاجتين، في حاجه اسمها كي ستاتيك ريسك فاكتورز وحاجه اسمها دايناميك ريسك فاكتورز. ستاتيك ريسك فاكتورز هي ريسك فاكتورز مش هنقدر نتدخل فيها وانتريتبل للاسف، زي الايج لو قلنا ان هو ليت تينز، الميل بيشنتس، اللو سوشيو ايكونوميك ستاتس، طبعا هيستوري اوف فايلنس، العيان كان عامل فايلنس قبل كده او اتعرض لفايلنس قبل كده من هو صغير زي التشايلد وود ابيوز، الكريمنال هيستوري طبعا لازم نحطه في بالنا، دي من الحاجات اللي مش هنقدر نغيرها، والتشايلد هود بيهيفيرال ايشوز. زي ما قلنا ان في ستاتيك، في دايناميك، الحاجات اللي ممكن تتغير، في منها حاجات اكيوت زي حاجات ريسنت انا اقدر اتدخل فيها واقللها، زي كارنت الكحول الكحول او سبستنس يوز، الاريتابيليتي، الايموشنال ديسريجليشنز زي اللي بنشوفها كتير في حالات البيرسوناليتي ديس اوردرز، الحاجات الدايناميك اللونج اكتنج او الستيبل زي الليفنج سيتنج، اذا كنت هغير الاستراكشر بتاعته، الاسيست والويبنز، الفيلينج اوف لاك اوف الاينس، السبورت اللي موجود حواليه، الريسنت فيكتيم والفايلنسز اللي حواليه، وحتى السبستنس يوز ديس اوردر من الحاجات اللي اقدر اغيرها له. المود اوف فايلنس في ناس بتقسمها ان في حاجه اسمها افكتيف فايلنس ليها علاقه بالافكتيف ديس اوردر والامبالسيفيتي والعيان اللي بيندفع وبيعمل فايلنس اكتس، زي دايما المود ديس اوردرز والافكتيف ديس اوردرز، وفي حاجه اسمها البريداتوري زي الفرائس، العيان الديلوجنال اللي مفكر فيه اكتر، اللي بيفكر وواقف، ده اللي بنشوفهم كتير دايما يمكن في الطب الشرعي جرائم القتل، اللي عنده ديلوجن ثابته لحاجه معينه وما بيبقاش الى حد ما باين اللي هيعمله، لكن في نفس الوقت بيطلع من غير ما نتوقع ابدا الا لو احنا دارسين الموضوع ده كويس ويحصل الفايلنت اكت منه. تاني حاجه هنتكلم عنها هي السلف هارم. السلف هارم للاسف بقينا نشوفها كتير قوي، والاستاديز بتقول ان 10% of the population will self harm at some point in the lifetime، عشان كده الحاجه دي مش يعني مش رير، لا للاسف بتبقى موجوده ونشوفها كتير، ابتدينا نشوفها كتير في طلبه المدارس، ابتدينا نشوفها كتير في الجامعات، حتى في الناس الكبيره بقى فيها سلف هارم. It's more common in young women than men. الهوموسيكشواليتي والبايسيكشواليتي كوموربيد معاها كتير قوي سلف هارم، لازم نبقى واخدين بالنا. Sometimes a group of young people self harm together. في ساعات religious rituals بنشوفها في حتت معينه بيبقى موجودين بيحصل فيهم سيلف هارم. في جماعات معينه بيبقى عندها التقرب للالهه بالسيلف هارم، طبعا دي الحمد لله مش موجوده عندنا. People who self harm are more likely to have experienced physical or emotional or sexual abuse during childhood.
عشان كده في العلاج بتاعهم لازم ندور في الهيستوري بتاعهم، لازم ندور في التشايلد هود ابيوز، لان ده بيفرق معانا كتير قوي ان احنا نتوقع ان ممكن يحصل منه سيلف هارم. جنرال ريسك فاكتورز زي ما قلنا دايما السبستنس ابيوز، الالكول ابيوز، البلانت وسيلف هارم، في عينين بندور عليهم وبنسالهم بنلاقي الماركس الكاتنج المشهور قوي في المدارس الموجود دلوقتي. سفرنج اذا كان هو فعلا سفرنج، اذا كان في اوكيبيشنال سفرنج، اذا كان في سوشيال سفرنج موجود عنده، اذا كان هو انكشس، اذا كان اجيتيتد، كل دي ريسك فاكتورز قدامي تو سيلف هارم. وورنينج ساينز حاجات هاخد بالي منها وهعلم الاهل ان دي احتمال يكون حدوثها مصاحب بسيلف هارم للبيشنت بتاعي، زي الايزوليشن، البنت تبتدي تقعد لوحدها، تبتدي تتكلمش مع الناس، تبتدي تتكلم عن نهايه الدنيا، تبتدي تتكلم انها تطلع حاجاتها لبره، الحاجات دي هنلاقيها مشتركه مع السوسايد كمان مش بس في السيلف هارم. اكسبيرينج انيفرساري، في عندي عيانه كانت دايما تقول لي انا دايما بكره عيد ميلادي لان عيد ميلادي ده اول مره عورت نفسي فيه، فكل مره في عيد ميلادي لازم هعور نفسي فيه، بيبقى عندهم زي سام سورت اوف اوبسيسيف ثوتس كده ان هم لازم يعملوا الحاجه ديت، فلازم ناخد بالنا منها. Sudden improvement in the mood، ساعات عيان يبقى depressed او عيانه depressed مره واحده نلاقيه يتحسن، لو دورنا هنلاقي ان ممكن يكون حصل سيلف هارم لانه بيحصل لهم سيلف ريليف مع السيلف هارم اللي بيحصل. Feeling of not belonging، الكلمه اللي بنسمعها كتير مع البيرسوناليتي ديس اوردر، ان انا مش عارف انا تبع مين ولا ليا ايه ولا مستقبلي هيبقى عامل ازاي، ويمكن كمان يبدا بسيلف بليم ان هو يعور نفسه ويأذي نفسه. اخر حاجه هنتكلم عنها السويسايد، السويسايد يمكن من اكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها. Suicidality in Egypt للأسف في study اتعملت بالـ WHO إن في سنة 2022 كان في أكتر من 7800 حالة commit suicide في Egypt، يمكن ده أكتر من ضعف اللي حصل قبلها بثلاث سنين، بس في 2019 كان حوالي 3000 suicide. الحمد لله في مصر لحد دلوقتي في السويسايد ريت أقل من 5 في 100 ألف، يمكن ده أقل طبعا من الـ من الجلوبال ستاديز، الجلوبال ستاديز بتوصل لتسعة في 100 ألف، ويمكن ده راجع لحاجتين، الحاجة الأولانية religious support اللي موجود عندنا، الاستيجما اللي من الدث، ويمكن دي اللي بتأثر على الحاجة الثالثة الاستاتستكس، لأن للأسف في كتير قوي حالات من السويسايد بتحصل والأهل بيرفضوا إنها تتسجل كسويسايد فما بتتحسبش، فبالتالي ده اللي بيقلل النسبة جامد قوي. assessment of suicidality and self harm لازم ندور لما هنقعد مع عيان بيفكر في سويسايد أو جالنا بيشتكي من السويسايد، هشوف الليفل اوف انتنت بتاعه عامل ايه، هشوف الليفل اوف ليثاليتي، هو بيفكر يعور نفسه ولا بيفكر ينط قدام قطر ولا بيفكر ان هو يعمل ايه بالظبط، لان ده هيفرق معايا كويس قوي. البريور اتمتس كل مره كان بيعمل ايه، كان بياخد حبايتين زياده ولا بتاخد حبايتين زياده، ولا ده فعلا اتلحق ان هو خد مثلا زي ما بنسمع عن حبايه الغله المشهوره اليومين دول قبل كده وكان اشتراها وكان هياخدها. الليفل اوف ليثاليتي فارق قوي قوي معانا مع البيشنتس. young male or late life white divorced male، بره بيتكلموا كتير قوي عن يعني الناس اللي لسه ديفورس وايت ميلز بيزيد عندهم الديفورس، معرفش عندنا بس غالبا عندنا الموضوع ده ممكن ما يمشيش قوي يعني. الليفنج الون اللي ما فيهمش سبورت، دي من الناس اللي لازم نعمل لها اسسمنت كويس قوي للسويسايداليتي، وطبعا lack of sleep او افيجيتيشن. الناس اللي بتحب التجميعات دايما بيبقى في كتب بتتكلم عن الساد بيرسون، دي ريسك فاكتورز اوف سويسايد زي السكس، الميل سكس طبعا، الايج، الميدل ايج، الدبريشن، سايكاتريك كير، الاكسسيف دراج يوز، الراشنال ثينك ابسنت، بيبقى عندهم ما عندهمش راشنال ثينكينج مهما اتكلمت ومهما حاولت هو في دماغه حاجه واحده عايز يعملها، بينج طبعا سنجل، اورجنايزد اتمبتس قبل كده، ولو ملوش سبورت والستيتس اوف فيوتشر انتنت بيقول ان انا فعلا لو طلعت هعمل كده تاني، دي من الحاجات الريسك فاكتورز اللي احنا بنراجعها مع كل عيان بيقعد معانا. warning signs طبعا في suicidal talks، عيانين كتير قوي بيتكلموا معانا عن suicidal talk، انا عايز اموت، انا مفيش حد بيدور ورايا، محدش بيهتم بيا، انا نفسي ان الدنيا تنتهي، I just want all of this to end، انا عايز اخلص من اللي انا فيه، كلام كتير عن الموت، كلام كتير عن الاخره، كلام كتير عن الحساب، اذا كان في محاولات قبل كده او حتى في شكوك في محاولات موجوده قبل كده، الانعزال اللي موجود عن المجتمع وان هو يبتدي يبقى لوحده ويبتدي ما يتكلمش مع اللي حواليه، تغير المفاجئ في المزاج سواء اذا كان اكتئب مره واحده او حتى اتبسط مره واحده، ساعات ده بيتم علشان بيكون هو بلاند ان هو يسويسايد. alarming acute signs دي بقى اللي احنا لازم ساعتها مش هنسيب العيان لوحده ابدا، زي اذا كان في suicide preparation، ابتدى يجمع حاجات، ابتدى يحط weapon جنبه، ابتدى يرص حاجات جنب بعضها، اذا كان ابتدى يكتب suicide notes ومسجز لغيره، ابتدى يطلع حاجاته ويتبرع بيها ويحط الوصيه بتاعته، ده هيروح لمين، ده هيروح لمين. final arrangements اللي بيعملوها في الاخر، ودايما لو في ناس فعلا حاصل منها suicide سمعنا قبل كده عن حالات لما بيدوروا بيلاقوا ان كل الارينجمنتس دي كانت موجوده فعلا قبلها وقبل الموت بتاعه.
هنعمل سوسايد اتمبت اسسمنت بس للاسف احنا ما عندناش نو كومبينيشن اوف فاكتورز هاف كومبليتلي هاز كومبليتلي اكوريت سنسيتيف اور سبيسيفيك تو ايدنتيفاي ذوز هو ويل جو اون تو اتمبت سوسايد. ما عندناش ستراكشر نقدر نمشي وراه، ما عندناش تحليل، ما عندناش اشعه نقدر نقول بيها ان العيان دوت هاي سوسايد، لكن هنعمل اسسمنت للكرنت ابيسود والمحاوله اللي هو موجود فيها دلوقتي، هنعمل اسسمنت للانترنال والاكسترنال كنترولز الافيلبل والسبورت اللي موجود معاه والناس اللي حواليه، وطبعا اهم حاجه الرابور اللي بيني وبين البيشنت. انا مش هقعد بتكلم معاه وان واي كونفرسيشن على قد ما انا هسمع منه واعمل رابور عشان اخد التراست علشان حتى لو جات له الفكره يقدر يقولها لي. هكمل اسسمنت ان انا هشوف الافيلبل سبورت اللي حواليه، هدور على الناس اللي حواليه يقدروا يقعدوا معايا، هشوف الجوب ستريسرز اللي موجوده واحاول احلها له او اخلي اهله يحلوها له، الامبالسيف بيهيفير اللي موجود عنده، السيفتي بتاعته عامله ازاي والمكان اللي هو موجود فيه، الاتيتيودز بتاعته والفاميلي اللي حواليه، الافيلبل ريجيز سبورت اذا كان هو متدين ولا لا، هل هو بيؤمن بالروحانيات ولا لا، هل دي حاجه هتقدر تسنده الفتره الجايه ولا لا. وطبعا ما انساش ابدا ان حتى لو انا سايكايتريست وبعمل الكلام ده دونت فورجيت تو ديسكاس وذ سينيور سايكايتريست، كلنا لازم نرجع ونعرض الحالات ديت لناس اكبر مننا ممكن نلاقي فيها ثغرات وحاجات تساعدنا يمكن ما تكونش عدت علينا قبل كده. Myths and facts about suicide. Suicide من اكتر الحاجات اللي اتقال فيها كلام كتير حتى ما بين السايكايتريست نفسهم، ولقينا ميثس كتير كنا بنسمع عنها وتعلمناها. People who talk about suicide don't complete suicide. العين اللي جاي اللي بيقول انا هموت نفسي ده بيهدد عمره ما هيموت نفسي، لا طبعا دي ميث، لان احتمال كبير جدا يحصل الكلام ده، ولازم كل كلمه عن الموت اخدها بجديه لان احتمال فعلا تنتقل بعد كده للموت، حتى لو محاوله غير جديه زي كاتنج وارد انها تيجي عند فين، وارد انها تيجي عند ارتي ويحصل فينها بيحصل منها توتال سويسايد. سويسايد هابنز وذاوت وورنينج. للاسف برضو اكتشفنا ان كل اللي توفوا من السويسايد كان في ورنينج ساينز قبلها وكان في محاولات للناس اللي حولها زي ما بيقولوا كده سكريم اوف هيلب كانت بتحصل للناس اللي حواليهم، عايز يقعد مع حد، عايز يتكلم مع حد، عايز يوصل لعلاج، يروح لدكتور حتى يقعد معاه مره، كان بيبقى في ورنينج ساينز بس الناس تاخد بالها منها كويس قوي. طبعا علمونا اساتذتنا قبل كده حتى من واحنا بناخد الشيت اسال العيان دايركت انت عايز تموت نفسك ولا لا، عشان قبل كده كانوا الناس فاكره ان انا لو هساله يبقى انا كده هجيب الفكره في دماغه، لا طبعا هي الفكره لو في دماغه مش هتستناني ان انا احطها في دماغه، اساله اذا كان هيموت نفسه ولا لا، ولو افيرمد البيشنت وقال فعلا ان انا عندي فكره ما سيبهاش، لازم ادور على بلانز في دماغه، لازم ادور على حاجه عايز يعملها، لازم ادور على اذا كان قال حد ولا لا، ادور على حد سبورت من اهله اقدر يساعدني او ارجع له لو العيان ده ما جالي لوحده بعد كده مره ثانيه ولا لا. واخيرا الامبروفمنت اللي بعد السوسايد اتمت، هل ده حاجه كويسه؟ لا طبعا لازم اخد بالي كويس قوي ان في عينين كتير قوي بعد ما بيمبروف او بعد ما بيسرفايف سوسايد اتمت بيحط بلان اقوى المره ثانيه بعدها للسوسايد. الناشونال انستيتيوت اوف منتال هيلث ان انجلاند حطت 8 ستاندردز للتعامل بالنسبه للمنتال هيلث سيرفيسز وابتدوا يستخدموها، وفي حاجات كتير قوي ابتدينا نستخدمها وموجوده عندنا حتى عندنا في قسم العلاج بتاع الانتنسيف سايكاتريك كير يونت في مستشفى المعموره. ستاندرد 1 الابروبريت ليفل اوف كير، العيان السوسايد لو هيتحط عندنا في المستشفى لازم نبقى حاطينه في مكان مهيئ ومخصص للتعامل معاه، سواء اذا كان في اربطه، سواء اذا كان في علاج حرج بالنسبه له، سواء اذا كان المكان معزول، المكان نقدر نتعامل معاه بطريقه جيده. ان بيشنت سوسايد بريفنشن جوه المكان ابتدى يبقى فيه ترخيص دلوقتي وعن طريق وزاره الصحه بيبقى في حاجه اسمها سيكلوجن رومز او غرف العزل، لو عايزين نعملها هنقدر نعملها وهتبقى قانونيه. غير كده حتى لو ما عنديش غرف عزل لازم يبقى عندي الاربطه الطبيه، لازم يبقى عندي الفريق المجهز ان هو يتعامل معاها، ابعد عنه الاسلاك، ابعد عنه الشارب اوبجكتس، يبقى موجود في مكان امن ليه حتى لو جات له الفكره. بوست ديسشارج بريفنشن، العيان اللي هيطلع من السويسايد ما ينفعش ان هو يبقى زي اي عيان يتابع في وقت عادي، لازم بنشوفه بعدها ب 48 ساعه على الاقل، لازم نبقى مع تابعين العلاج بتاعه مطمنين ان هو شغال كويس، ويمكن ساعات حتى بنحتاج الاوتريتش ان احنا نروح له لحد مكانه. عندنا وحده للاوتريتش في المعموره بنوصل حتى للعيانين لحد بيوتهم عشان نطمن في اخدان علاجهم حتى لو كان في اماكن ريف. الفاميلي والكير والكونتاكت، الاهل مش بنسيبهم، لازم نعلم الاهل ونقعد معاهم ونفهمهم الريد فلاجز، امتى يخاف من العيان، امتى يبتدي يجيبه لنا تاني، امتى يراجع اذا كان بياخد علاجه ولا لا، امتى ان ده معناه ان هو هيبتدي يدور تاني على السوسايد اللي وقع فيه قبل كده. الابروبريت ميديكيشن مهم قوي، العلاج بتاع السويسايدال بيشنت، احنا عندنا علاجات ابروفد انها تتاخد في السوسايد، اذا كان الليثيوم في البايبولر او الكلوزابين طبعا في الاسكيزوفرينيا يفضل ان انا احطه على الحاجات دي، مش كده وبس، ده كمان احنا لو عيان هنقلل له علاج او هنقلل الدوز بتاع التريتمنت بتاعه في خلال ست شهور
عيان السوسايد هحتاج مده اطول، وهحاول قد ما اقدر ان انا اقعده على اللونج تيرم على الهاي دوزز اوف ميديكيشن از ماتش از اي كان عشان احافظ عليه من السوسايداليتي. الكوموربيديتي والدوال دايجنوزز كنا بنتكلم ان الهاي ريسك اوف بريدكشن البريزنس اوف دوال دايجنوزز، يبقى معناها ان انا حتى لو هطلعه من السوسايد اتاك لازم ادور اذا كان في ادكشن، اعامل الادكشن بتاعه كويس، اعالجه، احطه في ابروبريت كير، احطه في مكان بيتعامل مع دوال دايجنوزز عشان اطمن ان حتى ده ما يوقعوش تاني ويرجعه لدايره السايكوزز ودايره السوسايد تاني. البوست انسيدنت ريفيو، حتى لو جاي لي عيان بانسيدنت قبل كده بتاعت سوسايد لازم اراجع معاه الموضوع، اقعد معاه تاني اشوف ايه اللي وصله لحاجه زي كده، اذا كان اكسترنال فاكتور ولا انترنال فاكتور. الحاجات دي محطوطه في الستاندردز ان لازم تتراجع بعد كل سوسايدال اتمبت، مش فقط باخد منه الكلمه. واخيرا التريننج اوف ستاف، لازم الستاف بتاعي زي ما بيحصل عندنا بمرن النيرسينج ستاف اللي موجودين والدكاتره حتى اللي موجودين معانا، اتعامل مع العين ازاي؟ العيان حتى لو هيكتف، حتى لو هيتعمل له ريسترين، اتكلم معاه ازاي؟ اقول له ازاي ان انت ده حاجه انا بعملها عشان مصلحتك، انا مش بعمل لك اجريسيف بيهيفير، انا بحاول اساعدك ان انت تمنع الفكره اللي موجوده دي عندك. حتى لو هيتكلم عن السوسايد اقدر اقبل منه الفكره، ما اقولوش انت بتعمل حاجه حرام وهتموت نفسك وخلاص، بالعكس ده ممكن يزود العند ويزود السوسايداليتي ثوت بتاعته. هيلبفول ثينجز تو ساي، دي من اخر الحاجات اللي هنقولها، ان الحاجات اللي دايما العيانين بتوعنا بيحبوا يسمعوها حتى لو احنا حاسين ان دي حاجه تافهه وحاجه مش مهمه، بتفرق جدا مع العيان. قول له الكلام اللي هو هيحب يسمعه، وحتى لو قعد لوحده هيفتكره. All storms will rise with a new dawn، مهما كنت انت في عاصفه دلوقتي هتعدي وهيجي الفجر. قول له انت مهم، قول له انت الناس هتحتاجك، قول له مهما كانت الحياه صعبه انت هتعدي بالازمه اللي انت فيها. Your life is important to everyone around you. حتى لو هو فاهم الكلام ده والناس بيقولوا له هيحتاج ان هو يسمعه من حد تاني من بره. كفايه ان احنا نقول له ان انت عملت اللي عليك وجيت لحد مكان صح عشان تطلع نفسك من اللي انت فيه، يبقى انت خدت ستيب 1. يمكن دي بتكون بدايه اول طريق حلو في حياتك هتبتدي فيه عشان تطلع من اللي انت فيه. Choosing to live is never easy but it's always worth it. كل حاجه انت هتعملها عشان تحافظ على نفسك تستحق ان انت تطلع منها ويمكن تساعد غيرك كمان بعد كده. It's far better to dance in the rain than to let it down on you. لقيت الدنيا بتغرق عليك، لقيت الدنيا بتشتي، استفيد واستمتع حتى فيها وعدي، وان شاء الله باذن الله الازمه تعدي. واخيرا البرت كاموس، دي ده تاني اصغر حد واخد جائزه نوبل في الادب مع ان سنه صغير، بس بيتكلم بيقول but in the end one needs more courage to live than to kill himself. الواحد محتاج فعلا شجاعه عشان يعيش اكتر من ان هو يموت نفسه. And thank you.